تنساش احنا دابا حاجه تحقق العالميه بالضبط هو واحد حقه لانه هو حب الناس حب الناس لي وعشقهم سعيد صالح اعتقد هو ده حق الفنان مش مساله موقف بيجمعني بيه عمري ما انساه ابدا مسرحيه كرنب زبادي كان مع النجم احمد بدير وكان تملي هو استاذ احمد بدير يبقى عصبي في الكابينه عارف ان انا صديقه فيجي يقول لي طب احمد عايز ايه طب شوف احمد عايز ايه وانا موافق على اللي هو عايزه الحقيقه يعني الله يرحمه الله يرحمه واحسن كل النهارده كلمه الله يرحمه الشعب المصري كله سعيد صالح ربنا يعز انفسنا يا رب ربنا يرحمك وربنا يدخلك في شيء جناته ويا رب على قدر حب الناس ليك يكون جزاء ربنا ليك ان شاء الله